مرحبا حبايب، كيفكن؟ شو اخباركن؟ ان شاء الله تمام. اليوم 21 الشهر هو عيد الام الغالية. بهذا اليوم الام الى مو بهذا اليوم كل يوم الام الى مكانة محفوظ بقلبنا، بس اليوم مميز. بحب أقول لكل أم كل عام وأنت بألف خير، ويطولنا بعمرك ويخليكي ويعطيكي أيام حلوة. لكل الأمهات، هذا كلامي لكل أم موجودة أو غايبة عن أولادها عن أهلها أو لحالها. فأنتوا بقلوبنا وكل عام وانتم بألف خير، وان شاء الله كل سنة وكل يوم ايام وصحة وفرح لجميع امهات العالم كله. كل عيد ام وانتم بألف خير. وبحب عايد امي اكيد، وبهذا الفيديو انا حابب اقول اي شخص يقول كلمة حلوة بالتعليقات، يقول كلمة حلوة لست الوالدة ست الحبايب، يقول كلمة حلوة ويكتبها بالتعليق واثبت وجوده وقديش بحب والدته. والله يرحم كل ام ما انا موجودة هلا، الله يرحمها. وكمان اكيد نحن بنتأثر بهالموضوع، و أثبتوا وجودكم بكلمة حلوة لست الوالدة، الله يخلينا إياها ويخلي لكم إياها. وحطوا لنا لايك للفيديو واشتراك. وبرجع بقول كل عام وكل الأمهات بألف خير. يلا باي باي.